قال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ان العديد من النصوص الفقهيه قامت على مراعاه فقه الفرد واحوال الافراد لا فقه الدول، ولكننا الان اصبحنا في حاجه ملحه ان نعيد قراءه النصوص في اطار فهم الدوله. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي العام 31 للشؤون الاسلاميه والمقام تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان حوار الاديان والثقافات. النصوص قامت على مراعاة فقه الفرد وأحوال الأفراد لا فقه الدول وفق ظروف عصورهم وأزمنتهم، ولكننا وفق ظروف عصرنا الذي يقوم على إعلاء شأن الدولة واحترام الدولة والإيمان بمشروعية الدولة الوطنية أصبحنا في حاجة ملحة أن نعيد قراءة النصوص في إطار فهم الدولة. كما أكد وزير الأوقاف أن الحوار بين الأفراد يعادلها قضية التفاوض بين الدول، والتي استطاعت مصر استرداد كامل ترابها الوطني عن طريق التفاوض والحوار الدولي، حيث يؤكد ذلك على أن سياسة الحوار والتفاوض منهج شرعي يعد بديلا للاقتتال. وفي موضوع الحوار الذي نحن بصدده، الناس أيضا يفهمون أن الحوار هو قضية بين شخصين. قضية الحوار بين الأفراد يعادلها قضية التفاوض بين الدول. وبهذه المناسبة بعد أيام قليلة ستحتفل محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم على طابة، حيث استردت مصر كامل ترابها الوطني عن طريق الحوار والتفاوض الدولي. فسياسة الحوار والتفاوض سياسة راسخة في السياسة المصرية ومنهج شرعي يعد بديلا للاقتتال والاحتراب.